لو عجبك الفيديو متنساش تدعمنا بالاشتراك بالاعجاب بالتعليق، متنساش تفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. بالمستندات، جدت لينا الفيشاوي، لهذا السبب لم نقدم العزاء لوالدها وحفيدتي تخشى العودة لمصر. بعد ملاحظة غياب لينا ابنة أحمد الفيشاوي عن عزاء جدها فاروق الفيشاوي، واشتعل مواقع التواصل الاجتماعي بسؤال عدم وجود أي من أهل لينا لتقديم واجب العزاء في النجم الراحل. أصدرت الدكتورة سلوى عبد الباقي أم مهندسة الديكور هند الحناوي وجدت لينا الفيشاوي بيانا جاء فيه إن سبب غياب لينا عن عزاء جدها النجم الكبير فاروق الفيشاوي هو أن والد لينا الفنان أحمد الفيشاوي أقام دعوة قضائية لمنع ابنته من السفر. وتقول جدة لينا الفيشاوي على الرغم من أن لينا تدرس في لندن بموافقة مكتوبة من والدها منذ سنوات على نفقتنا كاملة نحن أهل والدتها، ولكن أثناء استعدادنا لقدوم لينا إلى مصر هذا الصيف لرؤية جدها الذي كانت تعشقه فوجئنا بوجود عريض الدعوة لمنع لينا من السفر، بما يعني أن قدومها يستحيل معه عودتها إلى لندن لاستكمال دراستها، ويعني أيضا ضياع مستقبل حبيبتي للأبد لأنها لو أتت لمصر لن تعود لاستكمال دراستها في لندن. وأضافت لم نمنع حفيدتنا إطلاقا من القدوم، ولكن ما حدث رغما عنا وعنها، ورغم ذلك فقد ذهبت وحضرت مراسم العزاء لتقديم واجب العزاء في فاروق الفيشاوي فقط لسمية الألفي جدة لينا. والحقيقة أننا أردنا التوضيح للرأي العام بعد الهجوم الصارخ الذي نتعرض له، واتهمنا بمنع لينا من حضور عزاء جدها النجم الذي سكن قلوبنا جميعا فاروق الفيشاوي. وحول سبب تلك الدعوة والتي هي منع من السفر من أحمد الفيشاوي، أشارت الدكتورة سلوى عبد الباقي إلى أن عناد أحمد الفيشاوي غريب للغاية، حيث وافق كتابيا لسفر ابنته لتتعلم في انجلترا، وبعد ذلك حرك دعوة لرؤية ابنته، مما قد يكون إساءة لحقه في التقاضي. وألمحت جدة لينا لوالدتها قائلة على الرغم من أنه لا ينفق على ابنته مليما منذ ولادتها، ولأن لينا لحمنا نتكفل نحن بكل شيء، وهذا لا يزعجنا ولا يتعبنا، ولكن يجب أن يتحمل أحمد الفيشاوي مسؤوليته كأب وينفق على ابنته في ظل احتكامنا للقانون عبر قضية نفقة، ورغم ذلك ينكل بابنته ظنا منه أنه يضايقنا، وهذا أمر غير سليم وتصرف أترك الحكم فيه للقضاء ثم الرأي العام. رسالة مؤثرة من لينا حفيدة فاروق الفيشاوي لجدها بعد وفاته، سأشتاق إليك. لم تخفي لينا الفيشاوي حزنها الواضح على جدها الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، حيث كتبت له رسالة مؤثرة بعد أن وفاته المنية، ونشرت له عدة صور شخصية وأخرى جمعتها به عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. بدأت لينا رسالتها التي وضعتها كتعليق على الصورة قائلة سأشتاق إليك، أتمنى أن تملأ الملائكة زوايا قلبك ناعما، مش عارفة أقول إيه حتى لو ساعدني 100 شخص إن ألاقي الكلمات المناسبة. وأكملت هتكون في قلبي للأبد وفي قلبنا كلنا، كل اللي فرحتهم. مشيت بسرعة أوي، بدري جدا على إني أسمع خبر وفاتك، لسه ما شفتش مستقبلي، ما قريتش كتاباتي ولا حضرت حفل تخرجي. واختتمت رسالتها رغم كل ده عارفة انك هتكون موجود وتراقبنا من مكانك اينما كنت، مت بطلا في احضان بلدك. لينا الفيشاوي هي حفيدة فاروق الفيشاوي الوحيدة من ابن احمد، وهي كذلك ابنة هند الحناوي،
ونشرت هند الحناوي طريقة الفنان أحمد الفيشاوي منشورا لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نعت من خلال الفنان الراحل فاروق الفيشاوي الذي رحل عن عالمنا فجر يوم الخميس 25 يوليو عن عمر يناهز 67 عام بعد صراع مع مرض السرطان. نشرت هند الحناوي صورة للراحل فاروق الفيشاوي ظهر فيها مع حفيدته لينا الفيشاوي وعلقت قائلة: عسى أن يرتاح في سلام ولعل أحفاده تجلب له الرحمة. على صعيد آخر، ظهرت ندى الكامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوي داخل المستشفى التي يتواجد فيها جثمان حماها الفنان القدير الراحل فاروق الفيشاوي الذي رحل عن عالمنا، وبدت ندى الكامل حزينة ومتأثرة داخل المستشفى فيما خيم الحزن على عائلة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي خاصة ابنه الأكبر أحمد الفيشاوي. ورصدت عدسة صدى البلد تواجد أحمد الفيشاوي في المستشفى التي نقل إليها الفنان الراحل فاروق الفيشاوي عقب تدهور حالته الصحية ووفاته. وكشفت لينا الفيشاوي تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة جدها وذكرياتها معه. قالت لينا: كما تعرفون جميعا جدي فاروق الفيشاوي قد فارق الحياة. عندما علمت والدتي الأمر أخبرتني على الفور وكنت مدمرة، لم أستطيع التصديق، فهو لا يزال صغيرا وجميلا من الداخل والخارج. كنا نخطط لمقابلة لنرى بعضنا البعض ونقضي وقتا لطيفا معا لم نقضيه منذ مدة، ولكنه لم يستطيع القدوم ببريطانيا بسبب مرضه بالسرطان، وأنا كنت أخطط للسفر إليه ورؤيته. When my mom heard the news, she immediately told me and I was devastated. I couldn't believe he was gone. ولكن بعض الأحداث المؤسفة منعتني. I was planning to see him. He was planning to come over and see me and we'd have nice time. We'd see each other. لكننا كنا نتبادل المكالمات الهاتفية على الأقل. كنت قادرة على الاتصال به وسماع صوته والتأكد أنه بخير. سألتها والدتها: كيف تشعرين الآن وأنت تعلمين أنك لن تكوني قادرة على التحدث إليه؟ I have so many things to say to him. There are so many things that I wanted to say to him. So many things that I wanted him to know. I wanted him to know. قالت لينا: لدي كثير من الأشياء لأقولها له. أشياء كثيرة أريد أن يعرفها. That he was loved so much, and even though he knew that I felt like I didn't say it enough to him. إنه كان محبوب للغاية. أشعر أني لم أقل له ما يكفي. كنت أريد أن يعرف أنني لم ألق عليه اللوم أبدا ولم أكن غاضبة منه لأي سبب. And I wanted him to know that he was never to blame. I was never ever angry at him for anything. And وفي ذكرياتي عندما كنت أصغر لا أعتقد أنه لم يغضب مني في أي شيء. I don't think he was ever angry at me for anything either. When I was younger, in my memories, لم يسبق أني صرخ في أو قال لي: لا، ما فعلتيه كان خطأ. I never like heard him like angry at me or ever scream at me or ever. لقد كان دائما داعما لي ولطيفا ومحبا، وكان يشعرني دائما بأنني مميزة. Even tell me like no, what you did was wrong. He was always supportive and kind and loving. ولهذا أريد أن يعرف أنه لن ينسى، هو أسطورة في قلبي وفي قلب كل الناس. And he always made me feel like I was special. And for that I just want him to know that he will not be forgotten. And فخورة بكوني حفيدته وسأنهي ما بدأه. أتمنى أن تكون فخور بي جده. He is a legend in my heart and for all those people out there. And I'm so proud to be his. أريدك أن تعرف أن قلبي كان معك دائما طوال الوقت حتى ولم أكن معك بنفسي. Granddaughter, and I will finish what he started, and I really hope that you're proud of me, Gidu. And شكرا للمشاهدة. شكرا لدعمكم المتواصل يا أحسن دنيا في الدنيا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتقولوا رأيكم في كومنت.
نستنياكم دائما في القناة لتشاهدوا كل جديد. شكرا لكم وإلى اللقاء. Just know that my heart was there the whole way with you, even when I couldn't be there myself.